السلام عليكم. الباترونا حكام المغرب الحقيقيين، البرجوازية المغربية. يسيطر عليها حزب أخنوش أخيرا، ليكتمل زواج السلطة والمال أكثر وأكثر. هذا ما حدث مؤخرا فيما كان كثيرون منشغلون بالمقاطعة. تم انتخاب مزوار رئيسا للباترونا كمكافأة له على تخليه عن الأمانة العامة لحزب الأشرار لصالح أخنوش، حيث قدم مزوار استقالته بعد نتائج كارثية للحزب، وجاء أخنوش ليحل مكانه ولينقذ الحزب. وكما تعرفون أخنوش شغل عضوية الباترونا، فهو باترون كبير، صاحب مجموعة أكوا التي تضم 50 شركة. نعم 50 شركة يملكها أخنوش. إن القضية عبارة عن مجرد تبادل أدوار ليس إلا. اليوم مزوار سيصبح ذراع حزب أخنوش في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ليسيطر حزب أخنوش على المال والأعمال. فبالرغم أن مزوار قدم استقالته من حزب أخنوش بعد انتخابه رئيسا للباترونا، إلا أن خبراء يتخوفون من تضارب المصالح. فمزوار مقرب من عزيز أخنوش وزير الفلاحة، ومن ملاي حفيظ العالمي وزير الصناعات والتجارة والاستثمار، ومن محمد بوسعيد وزير المالية. هؤلاء كلهم وزراء حزب الأشرار يسيطرون على أهم الوزارات، رغم أنهم لم يصوت عليهم أحد. الفلاحة والصيد البحري والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار. والآن مزوار سيقدم خدماته للحزب كرئيس للباترونا. الباترونا أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب تأسست هذه الجمعية سنة 1945 إبان الاستعمار الفرنسي. يعتبر اليوم نادي أغنياء المغرب، حيث يدافعون عن مصالحهم ويعارضون مصالح الطبقات الكادحة التي تعمل في مصانعهم وشركاتهم، ويمتصون دماء هذه الطبقة، خصوصا مع ضعف النقابات العمالية المخترقة أصلا من طرف البرجوازية. المهم أعضاء هذا النادي هم من يتحكمون ويحكمون هذا البلد، حيث يسيطرون على الاقتصاد وعلى كل الثروات، وذلك عن طريق شبكة من العلاقات بين الباترونا ورجال المخزن والسياسة والأحزاب والجمعيات إلى آخرها، مستغلين في ذلك قوة المال. يخدمون بعضهم البعض، يتبادلون المصالح ويتواصلون ويتفقون ويحكمون. يعيشون في مغربهم الخاص، يلتقون في حفلاتهم الضخمة وأوتيلاتهم الفارهة ونواديهم المترفة. رجال المال والسلطة، مواطنون من الدرجة الأولى، يعيشون الحياة على حساب معاناة الفقراء. فلو أنهم أغنياء يؤدون حقوق الناس لما ضيعنا وقتنا في انتقادهم، بل بالعكس لافتخرنا بهم. لكن للأسف الغني يزداد غنى على حساب الفقير. لكن ومن هذا المنبر أحيي رجل الأعمال المغربي العصامي ميلود الشعبي، الذي بنى نفسه بشكل قانوني دون تدخلات ودون هواتف ودون فساد. إلى اللقاء، ودمتم أحرارا. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.